وحمد من الله تم حصر وجمع العربات المسروقة من قبل ميليشيات الدعم السريع. القوات المسلحة حريصة على استرداد الممتلكات العامة والخاصة ومن ضمنها العربات المفقودة بمنطقة أم درمان. أديت النمرة وشوف الشيء الموجود فيها، بينزلوا عندنا التلف، يوجد لها مكنة، لديها لساتك، الشيء الموجود فيها هذا منزل عندها. سيدي حيجي السنين بالحالة على الجادات الزاتية. إن شاء الله. غير كذا طبعا حيتم الإعلان بالنسبة للزول ذاته، سواء كان بالرقم الشاسي أو رقم المكنة أو اللوحة. أو اللوحة. يعني أنت بتعمل بلاغ من النيابة، نحن بنراجع الشهادة بتاعت البحث. أو لو عندك توكيل كويس، بعد ذاك بتحول إدارة المرور. شايف الليله يمكن اللوبي بتاع القوات المسلحه ده، طبعا في النهايه القوات المسلحه دي يا اخواننا، سواء كان في الحرب سواء كان في السلم، كويس ده هو الديدن بتاعها. يعني امنوا، حرروا لنا المنطقه وامنوها وادونا ما يعيننا في انه نسترجع ممتلكات المواطن. نشكر مجموعه من المهندسين ومعهم النقيب محمد سليمان على البدء في انشاء تطبيق اسمه مفقود. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة. أوصي نفسي وكل الزملاء من ضباط وضباط الصف وجنود المستنفرين في كافة الأجهزة الأمنية، وأيضا الزملاء في حركات الكفاح المسلح والقوات المشتركة، عند استلام أي عربية حقت مواطن أو حكومية في المعارك ضد المتمردين أو وجودها على الطرقات أو أي مكان، الرجاء محافظ عليه وتسليمه لجهات الاختصاص من أجل تسليمه لأصحابه، لأنه نحن بنحارب هذا العدو من أجل المواطن دفاعا عن أرضه ووجوده وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، عكس الميليشيات الشغالة انتهاكات وجرائم وسرقة ضد المواطن.